عليكم ورحمة الله وبركاته. فيري راي اختار هذا اللاعب لتعويض غياب ناداي. يغيب عن نادي الزمالك في لقاء سيراميكا غدا الأحد عدة لاعبين أبرزهم الونش وإبراهيم ناداي للإصابة، حيث تأكد غياب إبراهيم ناداي لعدة أسابيع بسبب إصابة عضلية لم يتعافى منها حتى الآن والتي غيبته عن لقاء سموحة في الجولة الأولى. مصطفى شلبي في قائمة فريرة لمباراة سيراميكا. كشف تقارير صحفية عن قرار البرتغالي فريرة لضم مصطفى شلبي لقائمة الفريق التي ستخوض مواجهة قوية مع سيراميكا مساء الأحد على أرضية ملعب استاد القاهرة. فبعد استبعاده من قائمة لقاء سموحة الذي حسمه الزمالك لصالحه بثنائية، تقرر ضم شلبي للمرة الأولى في قائمة مباراة سيراميكا. ولم يتمكن شلبي من خوض لقاءات دور 32 من دوري أبطال إفريقيا كونه انضم للزمالك آخر أيام الميركاتو ليشارك بشكل طبيعي من دور 16 المجموعات، إلى جانب قرب ظهوره الأول بقميص الزمالك أمام سيراميكا.